شو عم بصير معك؟ أنا مبسوطة. هيك مبسوطة؟ ليه مبسوطة طيب؟ بحب شو بحب في العالم، بحب شوفهم عم يستفيدوا، بحس إنه يا عبري بحس إنه هذا الشيء أنا اكتشفته عن حالي، إنه أنا جديد، إنه بحب إنه أعلم هيك أعطي أفيد. والله أنا مشان هيك دخلت نيوتريشن إنه قلت لحالي إنه دائما في شيء نحن بنختاره بعدين بنكتشف بعدين إنه نحن اخترنا هذا الشيء لأنه في شيء جواتنا بيحب هالشي. انا قلت شي كثير. يا عمري انت يا عمري صار نزلت ستوريات عندها عم تشرح للناس انه كيف يحبوا حالهم، كيف تعلموا يقول لا، وكيف يعني اشياء كثير. فكثير مبسوطه من ردة فعل الناس، انه قاعدين مبسوطين وقاعدين عم بيسمعوا لكلامه وقاعدين عم يعني عم بيحاولوا يستفيدوا وعم بيستفادوا بالموضوع. فكثير مبسوطه، كان نفسي تعمل هالشي هي من زمان، بس بلشت اليوم هيك لحالة فجأة لقيتها قاعدة قالت لي أنا اليوم بدي بلش قبل آخر السنة. أوكي ليتس جو. تعالوا هلأ نحكي لكم الخفايا. استنوا عم نورجيكم فيديو. أوكي عم نشوفه على تيك توك. تمام شوفوا. أوكي سو فيها أنا شاري ما بيتوقف ساعة عادي قد يعني شهر شهرين سنة سنتين عم استناك على العمر. يعني هالقد رومانسيين، بس هو بالواقع بيكون قال لي عم بستناك سنتين ولا عمر كله حبيبي. اوكي وانا بتضرب ما اغلصك بيعملوها رومانسيه يعني يا الله يا الله استني 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 الحمد لله الحمد لله شايفين رومانسية راحت الرومانسية اللي عم بيشكوها كلها. طب نحن هيك علاقتنا، علاقتنا مو رومانسية. لا رومانسية. اوكي لك حلب معك لعبة. ايه بعرف اوريدي، لا تشرح اشرح لي. انت عم تكبسي بالريمون. انا؟ اوكي المهم حلب معك لعبة بعرفها انا. اوكي يعني المهم حنلعب لعبه بعرفها هلا. حنحط غنيه كاريوكي. اوكي بس ساره ما حتعرف شو هي صح ولا حتطلع على الكلمات صح، بس حنشوف اذا يعني بتعرف غنيها صح ولا لا. اوكي يعني ساره حتكون واقفه هون واقفه. اوكي حتكون واقفه هون، الكلمات وراكي زيها شوي شوي زي. اوكي حنحط الكلمات وراكي وحنشوف اذا انت عم تحكي الكلمات صح ولا لا. انا بختار الغنيه على كيفي. لا بالعربي أمان. العربي الناس بدهم بالعربي. هيو عم يكتبوا لي ها عم يكتبوا والله عم استغفر الله عم يكتبوا لي هاي بالعربي ها كلهم بدهم بالعربي. بس اوكي انا حختار غنيه على كيفي. اوكي بس بكس انجليزي عربي. اوكي اوكي بس حختار ايه ايه ان شاء الله. اوكي يلا حنبلش. انا بختار غنيه على كيفي وانت اللي تغني. اوكي 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 جاهزه حط لي غنيه. يا اعلان ولو اشترك بالبريميوم. اوكي جاهزه. اوكي بدي شوف هذا انه عاوز تعجب تغني لي انت مش عاوزه. خلاص بكفي لان صدعت صدعنا طلعنا نقعد برا مشان ما شاء الله اجانا صداع من اصواتنا الجميله. يا ساره ما احلى الجو. يلا بس انا صار شويه اضاءه يعني حطيت شجر تحطوا شويه اضاءه كمان يعني عشان الواحد انه يشوف شو فيه بالشارع. بس احلى الجو لسه براس السنه الجو ممتاز. براس السنه قررت انه ما نطلع يعني خلص انه الواحد اذا بده يشوف هالفيو براس السنه بده يدفع اللي فوق واللي تحته. فشو معلم انا اوريدي دافع اللي فوق واللي تحت فخلص نقعد بالبيت صح؟ لا لا عاملين عزيمه بالبيت بدنا نعمل قعده عائليه جميله حتشوفوها ان شاء الله بعدين تكون كثير حلوه. هيك جابالي اعملها انا من اول ما اخذت البيت قلت اوه المنظر جميل نقعد على البلكون
ونعمل اشياء حلوه هيك وعده، وتحت اكيد حيكون حيركبوا اضوية. اذا ما ركبوا اضوية انا حنزل ضوي.